يشهد قسم الرعاية الاجتماعية للرجال بمحافظة نينوى جهوداً حثيثة لإعادة تأهيله من أجل تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وأهالي المحافظة بصفة عامة. فما هذه الجهود المبذولة؟ ومن هي الأطراف الداعمة؟ وفيما يتمثل هذا الدعم؟ وأخيراً منظمة الـ USAID خلال تموز العام الماضي 2019 تم زيارتنا والوقوف على وقع هذا القسم وما هي احتياجات القسم، والحمد لله يعني زودونا بأثاث وأجهزة حاسوب. أدى هذا التجهيز إلى تحويل حال القسم وإنجاز معاملة المستفيدين بأسرع. دعم المنظمات كان كلش كبير لنا، واستطعنا تجهيز القسم الحمد لله، وطبعا يعني بجهود بعض المسؤولين اللي كانوا يزورونا ويشوفون بعض النواقص، يعني حتى لا نبخس حقهم، أيضا كانوا قدموا بعض المساعدات للقسم. طبعا اول بدايه الشهر اللي يصير يعني شويه، بس بعدين يصير سهل يعني، والحمد لله والله يمشون والامور جيده. وفي اطار هذه الجهود الراميه الى تحسين الخدمات بدوائر الدوله بمحافظه نينوى، حصلت دائره تموين نينوى على دعم واسع وكبير من قبل برنامج تعافي لدعم الدائره بالدعم اللوجستي من هذا البرنامج للنهوض بالعمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.